الام عليها لود كبير قوي، لان حاليا الام هي بتعمل كل حاجه، بتشتغل وبتربي وتودي مدارس وبتذاكر للولاد، كل ما تتخيليه في حياتهم هي امهم اللي بتعمله. لان كل حاجه جدتي وامي كانت بتعملها كنت بحسها معموله بحب قوي، فكانت بتوصل لي قوي. مامتي من الشخصيات اللي لازم كل حاجه بيرفكت 100% ونمكيه، وبتحب الحاجه تبقى بالظبط زي الكتاب زي ما بيقولوا. بتبقى عارفه كل اللي بيحصل حتى لو مش موجوده بتبقى عارفه. لما انت تسوي شيء بتحبيه ما بتحسي بالتعب، مش حال قطعه منك انت بتسوي له شيء. بص ست ست، مهما كان مكانها، جنسيتها، سنها، في حاجات كده ما بتتغيرش فينا. طشت يعني ممكن نقول طبق احسن. اسمه طشت ومش هممثل. عندي طبق بلاستيك كبير. لا طشت، خلينا في طشت. جار انت في طبق حق العصير. دي اكله ولا اللي هو كان نحاس الومنيوم ما نقدرش نستغنى عنه. مدور ولونه اخضر تركواز بينك، وواحد تاني لونه يلو. كنت بشوف ماما ساعات تلاقيها واقفه يا حرام فين بتشيل غسيل بيشرشر وتقوم حاطاه في الطبق البلاستيك، فاهم؟ وبيدلدق بقى عليها وبيدلدق بره، يعني الموضوع بيبقى محتاج بلكونه مثلا احسن. كنت بقعد جنبه كتير بتفرج عليه هو وماما بيغسلوا فيه. البيبي بيتحمى في طبق بلاستيك بيحموني فيه وانا بيبي. مره واحده بس عشان ماما كانت مش شغاله بس. ما استحبتش فيها قبل كده. لا بالنسبه لي طشت بتبقى ريليتد اكتر بصوره ليا وانا صغيره جوه الطشت. انا عندي الصوره دي مظبوط. واخواتي وكلنا في الاتشاط. الوانه لازم تبقى ماشيه مع البلابيسي. وحتى من غير ما بيستحموا بيحبوا ياخدوه كده ويقعدوا فيه ويلعبوا فيه. كنت بجيب لاجو بقى وبعمل حاجات وبعدين بيغرقوا جوه الطشت يطلعوا تاني. طبعا ما بتكون في كل حته وبغرق الدنيا وانا بفضي. بيدلدق جامد. بلكي وهي عم تدعك بيطلع مي منه. بيوجع الظهر طبعا. دايما لازم وانت داخل الحمام تلاقي ان الطشت مضايقك، مش شايطه برجلك بتاع لازم. هو كان واخد كل الحمام يعني بالنسبه لي. الطشت موجود في كل حته، اختلفت بقى اسمائه، اشكاله، الوانه، اتس ذير. ما اعتقدش في بيت ما فيش فيه طبق بلاستيك. القصور فيها والبيوت الصغيره فيها. هذا شيء اساسي. حطه في الغسالة طشت. يعني ايه فيها طشت؟ اوكي. غريبة قوي بالنسبة لي ان يبقى فيه طشت جوه جوه غسالة. انا فاكراك بتهزر والله. ده كله فكرة مرة ممتازة. رح يروح الزاط من حياتنا بس طبعا احسن. يعني الجنريشن اللي جاية مش هيبقى عندها نفس المأساة بتاعتنا ان هي بتخبي صور الملبوس. باي باي. سامسونج أكتيف دول واش بالحوض الإضافي عشان تسع حبك وزيادة.